هن تقريبا 4 أو 5 أندية بس يعني ما كانوا هن ستة صحيح بس ما كانوا كتير فاعلين على المستوى اللعبة يعني بين كان في ناديين فاعلين بيناتهم الباقي ما كانوا فاعلين بصراحة يعني عم تحكي عن أبو زرع جيم وعن الشباب التقني صحيح هن كانوا ناديين فاعلين وصاروا زمان ومن كل لهم كل الاحترام للكل بس أنا عم بقول إنه على المستوى اللاعبين واللعبة طبعا. هن الناديين اللي كانوا فاعلين قرروا ياخذوا لسبب لأسباب يعني هي قبل قديمة قبل ما أنا نحن جينا أخذوا قرروا ياخذوا قرار يكونوا أندية لوحدهم بهالوقت بهالفترة من الفترات كان في كمان الاتحاد يعني هن عملوا ايفنت لوحدهم والاتحاد أخذ قرار فيهم ما قبلهم استقالتهم هيدي إذا بدك البروبليم الأساسي وهون القصة صارت والاتحاد معه حق ومن ميلة بتشوف أنه الأندية في عندهم بمطرح معين أمور لهم حق فيها مثل كل نادي يعني طبعًا. مثل أنه اليوم من أول دقيقة جينا نحن وهيدا شيء كمان كان بتوجه اللي حكي أستاذ جهاد سليم بالجمعية العمومية أنه لم الشمل بين الأندية التايكواندو من أول ما جينا نحن مشينا حرفيا يعني وعودنا اللي وعدنا فيه ومشينا بس أنه عم بيقولوا هلأ أنه تفاجأوا أنه تم شطبهم من قبل وزارة الشباب والرياضة وأنه هيدا أنتوا إلكم إيد فيه بطريقة غير مباشرة عم بيلمحوا لهالموضوع هلأ بس أنا بحب ذكر للكل أنه نحن أول قرارين أخذتهم نحن باللجنة الإدارية أخذنا أول قرارين هو تحديد لجنة قانونية استشارية يعني تلزيم هالملف للجنة الاستشارية واخذنا قرار بالغاء كل الدعاوى المقاومه من الاتحاد ضد هالنوادي اوكي وحتى ما طلبنا الغاء الدعاوى من هالنوادي للاتحاد يعني هذا الشيء يمكن على ما بتعرف لانه نحن باعتقادنا انه اليوم ما حدا بيقدر يقصي حدا ونحن جايين بجو كثير ايجابي للم الشمل وجمع اللعبه بس دكتور يعني اليوم 4 نوادي عم بينشطبوا هن مساقبه انه النوادي اللي كانوا ضد الاتحاد في ناديين صحيح في نادي في واحد نادي واحد يلي هو نادي التقني منشطب وهذا الشيء بس معقول انه كل بلعب التايكواندو بس الاربع نوادي ينشطبوا لا هو بصراحه هذا الشيء روتين اداري صار قبلنا قبل ما نحن نجي بس انا بقدر افسره بطريقه مبسطه اول شيء مش هن الاربع الوحيدين اللي انشطبوا في غيرهم انشطب بالتايكواندو قانونيا لانه في نوادي ما شركت بالقانون بيقول انه لازم يشاركوا عدد لاعبين معين خلال السنه واخر السنه مجبور الاتحاد يقدم ورقه لوزاره الشباب والرياضه او تقرير عن اللاعبين والنوادي اللي شاركوا او اذا ما شاركوا سنتين الوزاره بتشطبهم نعم. مش الاتحاد هن انشطبوا كرمال هيدا السبب القانوني والدلاله على هذا الشيء انه نادي التقني يلي هو المسؤول عن النوادي بيعتبر انه ما انشطب لانه هو كان شرك لاعبين النوادي البقايا ومثل ما قلت انه قبل ما كانوا اصلا فاعلين على المستوى الاسود نادي مثل نادي ابو زرع جيم لا نادي ابو زرع جيم كمان اليوم انا عم بحكي بالتحديد عن نادي ابو زرع جيم وانا بشكره للجراند ماستر استاذ نبيل ابو زرع لانه كان عنده موقف كثير ايجابي من هذا الموضوع حتى بذات النهار اللي عرف فيه بالقرار حكينا وقلنا نحن مع الاتحاد اللبناني لو شو ما كان نحن معكم ما في هيدا شيء بالنسبة لنا تفاصيل طيب. لأنه مؤمن بالخطة الخطوة الجديدة هو عارف أنه هذا الشيء صار قبلنا وبده يأخذ قرار معنا تنمشي لقدام طيب. هاو النوادي كانوا بنزاع مع الاتحاد صحيح. يمكن مشان هيك ما شاركوا هل أنتوا كاتحاد رح ترفعوا كتاب لوزارة الشباب والرياضة تقولوا لها فيها أنه كان في نزاع بيننا وبينهم مشان هيك ما شاركوا الجماعة ويتلاقيها لها مثل ما بينقال بلبنان فتوى لهو النوادي خليني أقول أنه أنا رح أعمل الماكسيموم طبعي أنا والهيئة الإدارية واللجنة القانونية تنقدر نتوصل مع الوزارة لأي شيء قانوني بهذا الموضوع وخليني أقول سامبل بهذا الموضوع يعني أسرع طريق وأكتر طريق سامبل عطيتني هون ليحة بالأندية اللي انشطبوا بالتايكواندو في 12 نادي يعني أرزونا البراعم النبطية بلاك دراغون الوعي الرياضي العمل الرياضي لكولينا الأخاء الثقافي الاجتماعي أبو زرع شاريتي ليبانيز كوان شباب الفونيق المروج ونادي 1875 يعني صحيح. مش بس لا هاو الأربع نوادي هودي روتين إداري الوزارة بتطلعه وهذا شيء صار قبلنا
مش وحتى على قرار الوزاره ببين الدات يعني التاريخ يلي مبعوث فيه الكتاب يلي هو قبل ما نحن نجي على الاتحاد. بس ما بس اكيد الاتحاد السابق مع انا برايي انه هذا روتين اداري كان ما في اي مشكله. نحن انا دائما بوجه رساله لكل النوادي لانه في كثير نوادي هن مصرع عنهم وغير مرخصين وبمارسوا التايكوندو بلبنان وما في مشكله وعندهم لاعبين بيقدروا يشتغلوا. اليوم نحن بيقدروا يشاركوا بطولات بس بيتسمى اسم لا بيتسمى على اسم غير نادي ايه ما في مشكله. اليوم نحن بدنا نطلع لقدام. اذا اي شخص من النوادي هيدول ما بده يتفهم المرحله الجديده انا بقول بصراحه يعني حرام لإله وحرام لجامعته لانه اليوم نحن جايين كثير بوزيتيف ايدينا مفتوحه لكل العالم. واكبر دليل عينته من نادي ابو زرع اكثر من صحيح. نحن عندنا رئيس لجنه تنظيميه هو الماستر نظير حبيب هو رئيس لجنه عندنا وعندنا مدرب منتخب ماستر توفيق رضوان ومدرب منتخب موجود بقلب اللجنه لجنه المنتخبات هو يعني من نادي ابو زرع ومن اثنيناتهم من نادي ابو زرع. يعني اليوم استاذ نبيل ابو زرع نحن من كل له كل الاحترام ومنقدر موقفه لانه عارف شايف المرحله وين جايه وايش على قدام وعنده ثقه انا بالتحديد بشخصي لانه بقى عندي من زمان بيعرف من انا ولاعب وانا وكنت مدرب منتخب بيعرف كيف بفكر وكيف بيشتغل وعنده ثقه بكل اعضاء الهيئه الاداريه لان بيعرفهم واحد واحد لانه نحن كلنا اولاد اللعبه. ان شاء الله هيدي الصفحه تنطوي بتاريخ الاتحاد. لاتيسيا عون بنت عمرها 13 سنه عم تربح ميداليه فضيه ببطوله اسيا عم تربح ميداليه برونزيه ببطوله العالم. لاتيسيا مشروع بطل اولمبي مثل ما عم بيقولوا نقاد التايكواندو. انت هلا بتفسر لنا هالموضوع خلينا نسمعها عم تحكي وعم تفسر عن حالها شوي وبنرجع بنعلق على الموضوع. لاتيسيا عون شاركت ببطولة العالم بكندا من شهر لعبت على وزن 52 وعلى وزن كان فيه 43 لعيبة من 43 بلد ربحت 4 مطوشة وخسرت الخامس. لعبت الأول ضد ألمانيا الثاني ضد بيرو الثالث ضد إسبانيا والرابع ضد فرنسا خسرت مع روسيا على آخر 10 ثواني ربحت الميدالية البرونزية طلعت ثالثة بالعالم وأكيد ثاني مرة رح تكون أحسن المرة الجاية رح تكون أحسن أكيد. هيك ختمت لاتيسيا قديش رح تكون أحسن بالمرة الجاية؟ هلا هو أنا يعني بحب إنه أقول شغلة يمكن لازم أقولها بالآخر مش بالأول إنه بحب ما نحط عليها ستريس لاتيسيا أنا هيدا نحن منعود لاعبينا كلنا بتعتقد إنه أندريا باولي نحط عليها كتير بريشر مشان هيك مش منا نحن أكيد مش منكم من الإعلام الرياضي الإعلام الرياضي من الإعلام الرياضي إيه وأنا الشيء بدي أحكيه ما خصه بس بالتايكوندو هو بكثير ألعاب كان عندنا امل فيهم بلبنان ونحط كثير عليهم ستريس نحط عليها كثير عليهم ستريس من قبل الاعلام الرياضي مع كل احترامنا اكيد بالنهايه الاعلام الرياضي بده يحمسوا للاعب نحن اوقات بنمنع عنه الاعلام للاعب طبعا بنمنع عنه الاعلام لهدف معين تنخليه مركز وما يحس بالستريس فوق طاقته. مشان هيك اول شيء دائما بحب انه ما نحط عليها ستريس. بالنسبه لنا لاتيسيا او اي شخص بالفريق هو مشروع ميداليه اولمبيه لانه عندنا كلهم كانوا يحققوا نتيجة والأفانتاج إنه كانوا عم يتمرنوا كتير مع بعض مشان هيك طلع على المستوى كتير. لاتيسيا أكيد لعبة مميزة هذا ما حدا في يقول لا مش بس لأنه هي لعبة مميزة لأنه أول شيء كان في متابعة من إكيب كتير كبير هيدا تعب سنين وتعب إكيب كامل من أول من يعني من إذا فينا نقول لاتيسيا منها هي لأنه هي بتحب اللعبة وتحب تجيب achievements. الشغلة الثانية من أهلها للي متابعينا ومتابعينا بادق التفاصيل قد ايه في مثل لاتيسيا واهلها عندكم؟ كثير كل لاعبين التايكواندو عندنا انفولفد كل اهله يعني ما في حدا لاعب تايكواندو الا ما اهله اثنيناتهم يا بيروحوا بيحضروه يا بيتابعوه يا بيشوفوا كيف بدهم كل تقريبا معظمهم كلهم كثير انفولفد. الشغله الثانيه في نادي كان وراه يلي هو نادي المولاسال وكان يعني يلي هو التايكواندو تقريبا من لعبته من نمبر 1 لعبه بالمولاسال يعني طبعا. اليوم كل العالم تقريبا بالمولاسال بتعمل تايكواندو. كان في من مدربينا اللي هن رالف حرب كوزيت بصبوص رالف حرب اكيد كان الكوتش تحت بس انه اليوم هيدا شيء هو نتيجه فريق عمل تيوصل الكوتش لتحت يقدر يعطي هالنتيجه. اكيد مات كوزيت بصبوص استاذنا استاذ باسم عاد حتى كان في اذا بدك اداريا كنا محاوطينا بكندا لانه كان في كمان امين السر مع يلي هو ممثل الاتحاد هنيك يلي هو مارك حرب وهو كان عم بتابعها ومتابع كل الفريق هنيك. لما امنا هالستابيليتي لهالفريق
كله مش بس لاتيسيا، ولاتيسيا ثاقبت بهال لانه هي تاريخها بيحوي انجازات وبتشتغل كتير على حالها، وكل هالتعب السنين تبع كل الفريق ادى لهالنتيجه، وهيدا التعب كله عم يتوظف مش بس لاتيسيا، عم يتوظف لعده لاعبين. واليوم مع الهيئه او لجنه المنتخبات الجديده عم يتوظف لكل لاعبين على مستوى اكبر، يعني مش بس نادي وعلى مستوى نادي واحد. من هون بنقدر نعلي عدد القاعدة، بنقدر نعلي المنتخب، بنعمل فلتراسيون أكتر، بيطلع عنا عدد لاعبين مخضرمين على مستوى عالي، بصير في عنا عدد أكبر من الموهوبين، وبصير نقدر نخرق بمطرح معين. ونحن هيدا المنتخب، هيدا خطة عملكم، هيدا خطة عمل. بآخر دقيقتين من حلقتنا لليوم، شو بدك تقول لأهل لاعبي التايكواندو؟ هيدا أول شيء. وتاني شيء، الوعد وعدته قديش صحيح. من وقت اللي انتخبت لليوم قديش شايف عم بتقربوا منه؟ لأنه مثل ما قلت هو بده تعب كذا سنة. أكيد. مش أكيد. أنا بحب أقول أنه نحنا منا مبلشين من الصفر، نحنا مبلشين من مطرح كتير قدام على المستوى الفني، مبلشين من مطرح قدام على المستوى الإداري. حتى اليوم اتحاد التايكوندو السابق بإدارة السيد صوفيا أبو جودة كان عمل مكنن للاتحاد، وهذا شيء كتير جديد، ونحن انطلقنا منه لنقدر نعمل سيستام الإي فيدريشن يلي كمان بنحكي عنه بغير مقابلة. هيدا اللي رح تطور اتحاد التايكوندو إداريا كتير. اليوم أنا اللي بحب أقوله أنه نحن عم نشتغل كتير كل أعضاء الاتحاد من دون أي استثناء، كل واحد منهم عم بيشتغل ومحمس كتير. المسؤولية اللجان، نحن عنا أكثر من 28 لجنة، بين لجنة فنية ولجان إدارية، ولجان إدارية مثل ما قلت في عنا عالم كتير انفولد على مستوى علمي. وفي عندك عالي. ناس باللجان ما دخلون بلعبة، في عنا ناس مع محترفين بشغلتهم، محترفين بشغلتهم، مثل اللجان اللي خاصة بالبزنس ديفلوبمنت. مثلا البزنس ديفلوبمنت مسابق البطل أنطوني أبو جودة هو اللي رئيسه، بس في غير لجان مثل لجان تسويق، لجان تمويل، لجان الماركتينج، هاو محترفين، هاو دي محترفين. أوكي. والانتكال نحن كلجان عم بحكي وهيئة إدارية واتحاد عم نعمل بوجباتنا على أكمل وجه. المسؤولية على أهل اللعبة مش على حدا تاني، مسؤولية على اللاعبين، على المدربين، على الحكام، هيدي المسؤولية عليهم تيمشوا بريتمة. طيب. أو ريتمنا، إذا ما مشوا بريتمنا نحن بعشر ثواني قدي قربنا من الميدالية الأولمبية؟ نحن صرنا 3 أشهر مبلشين. أنا بقول أنه نحن على الطريق، ما بقدر أقول نسب، بس بقول لك بأكد لك إذا منضلنا ماشيين هيك في شيء مفاجأة كتير كبير للبنان. شكرا لك دكتور حبيب ظريفي.